أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. فيمن نزلت هذه الآية يا حذيفة؟ يقال إن أبي بن خلف أحد مشركي مكة جاء إلى الرسول بعظام بالية فقال: أترى أن الله يحيي هذه بعد موتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وما معنى المثل الذي ضرب في الآية؟ المشرك يرى أن العظام البالية لن تعود كما كانت، مستبعدا بذلك فكرة البعث والنشور. وهنا رد الله سبحانه وتعالى بأن الله الذي أحيا هذه العظام أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى بعد البعث والنشور. سبحان الله. وختم الله الآية بقوله: وهو بكل خلق عليم، لأنه عليم كيف خلقها أول مرة، وعليم بكافة تفاصيلها وكيف يحييها مرة ثانية. نعم، فالله على كل شيء قدير. ولكن قل لي، أتعلم لماذا دعانا رسول الله الآن؟ بلغني أن الأمر خطير، وربما كان يرتب الجيش لغزوة جديدة في سبيل الله. غزوة جديدة؟ كيف؟ لقد وقع الرسول صلح الحديبية مع قريش. هذه الغزوة ستكون ليهود خيبر الذين تحالفوا مع الأحزاب سابقاً، وما زالوا يحرضون الأعراب علينا، وأصبحوا وكراً يؤوي كل أعداء الإسلام. نعم، كما أنهم هم الذين حرضوا بني قريظة على نقض عهد الرسول في غزوة الأحزاب. محمد تعمد أن يهيننا عندما قصر الخروج إلى المعركة على من شارك في بيعة الرضوان عند الحديبية. وهل كنت تريد الخروج إلى المعركة يا زعيمنا؟ ولم لا؟ سيفوز المسلمون بغنائم كثيرة في حال انتصارهم على خيبر. أنطمع في غنائم خيبر وننسى أنهم حلفاؤنا ضد محمد؟ إذا كنا سنخسر حتما حلفاءنا، فلماذا نخسر الغنائم التي يمكن أن نجمعها منهم؟ نعم، أرى أن محمدا قد قصد إهانتنا بالفعل. وربما تعمد رسول الله أن يمحص جيش المسلمين ممن كانوا سبب خذلانه وإثارة الفتنة في غزوات سابقة. ماذا تقصد يا حباب؟ أولا، أنا عبد الله كما سماني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولست الحباب كما سميتني أنت. وثانياً، أقصد ما فهمته يا أبي، لن يخرج مع رسول الله إلى خيبر إلا من أسلم بقلبه قبل لسانه، ومن أخلص النية لله وأراد الخير للمسلمين. لن يخرج مع الجيش من تخلفوا عن الخروج معه إلى مكة في صلح الحديبية، وقال فيهم الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. في محرم من السنة السابعة انطلق جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليؤدبهم ويستأصل شرهم عن المسلمين في المدينة. وضم الجيش أبا بكر وعمر وعليا وجموع الصحابة رضي الله عنهم. والله ما تصورنا أن تستعصي علينا حصون خيبر لهذا الحد. نعم، 10 أيام ولم نستطع فتح حصون اليهود التي تحصنوا بها واختبأوا فيها. ذهب إليهم أبو بكر الصديق بكتيبته ثم عاد قبل أن يفتح الحصون، ولم تنجح كتيبة عمر بن الخطاب في فتحها أيضا. وأصبحنا لا نعلم ماذا نفعل. هل نعود إلى المدينة قبل فتح خيبر؟ لا والله، لن يحدث هذا أبدا. ما كان لرسول الله أن يعود من غزوة قبل أن يحقق الغرض منها. في هذه الأثناء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيمته إلى الجيش وأعلن فيهم:
لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. الله أكبر، الله أكبر. يا سلمان، ترى من يكون هذا الرجل الذي بشره النبي بأن الله يحبه ورسوله؟ والله لا أعرف يا حذيفة، ولكن هنيئا له من الآن. بات الصحابة جميعا يمني كل منهم نفسه أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويفتح على يديه حصون خيبر المنيعة. أصبح الصبح والمسلمون يتطلعون لتعيين الرسول لفاتح خيبر، فإذا به صلى الله عليه وسلم ينادي علي بن أبي طالب من بين المسلمين جميعا. علي بن أبي طالب، كيف ذلك؟ إنه يعاني من رمد أصاب عينه. انظره، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عينه فشفيت بإذن الله. سبحان الله العظيم. أعطى الرسول الراية لعلي وقال له: ليفتح الله لك خيبر. ثم أوصاه أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام قبل أن يهاجمهم بكتيبته، فقال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم. فوالله يا علي، لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ها هو علي يحمل الراية ويتوجه لقيادة الكتيبة التي ستقتحم حصون خيبر. سنكون من خلفه، فإذا فتحها نندفع إليها ولا نترك منهم أحدا حتى يسلم أو يستسلم. الله أكبر، الله أكبر. وقف علي بن أبي طالب حاملا راية المسلمين أمام باب أقوى حصن من حصون خيبر. كان يدرك أنه إذا استطاع فتح باب هذا الحصن فسيتحقق النصر للمسلمين. ثم أتاه رمح من داخل الحصن على يد يهودي من خيبر. انظروا، لقد أصاب الرمح ترسا من التروس التي في يد علي كرم الله وجهه. اسمعوا ماذا يقول علي: لأذوقن ما ذاق حمزة يوم أحد، أو ليفتح الله لي حصون خيبر. سبحان الله، ما هذا الذي يفعله؟ لقد استطاع وحده أن يفتح باب الحصن المنيع. هيا، إنها فرصتنا لدخول الحصن. اندفع جيش المسلمين خلف علي ودخلوا حصن خيبر الأول، ثم فر اليهود من أمامهم وأخذوا يتحصنون بحصن آخر خلفه. طاردهم المسلمون من حصن إلى حصن حتى استسلم يهود خيبر جميعا ورضوا بقضاء رسول الله فيهم.